طيب خليني هنرجع نكمل كلامنا في الحتة دي بس في كلام عايزة حضرتك تسمعين من الأستاذ نادر عقل. اتفضلي. ما أعتقدش إن محمد مختار كمنتج هو اللي صنع نجومية نادية كنتي، لا لا خالص. هو اتجوزها وهي نجمة وبتحقق أعلى الإيرادات، وما كمخرج نبيه يعني قال لك استفيد من هذه الإيرادات. مين اللي استفاد من التاني اكتر، ناديه الجندي ولا محمد مختار؟ احنا الاثنين. انتوا الاثنين. ما اقدرش انكر انا اسمي كان كبير قوي قوي وحقق ايرادات كبيره، محمد مختار قدم لي اعمال جيده جدا الحقيقه، الواحد يقول الحقيقه، قدم لي اعمال فنيه جديده كبيره وصرف عليها كويس قوي وما بخلش ابدا، كان انتاج ضخم جدا كل الناس تشهد بكده، فالحقيقه هو برضو حقق لي احلامي. طيب نكمل الجزئية بقى اللي احنا توقفنا عندها، وهو ان العلاقة فضلت كويسة جدا برغم الانفصال وبرغم زواجه من فنانة اخرى. ازاي؟ لان اولا يعني احنا انفصلنا فهو من حقه انه يتجوز، فهماني؟ وانا من حق كمان، فهماني؟ يعني خلاص كل واحد من حقه انه يتجوز، فدي كانت حاجة طبيعية انه يتجوز، فانا ما اعتبرتش ان دي حاجة ضايقتني اطلاقا. وبعدين طول عمري كان ولاده ولادي وانا كنت بتمنى له كل خير وكنت عايشه عادي طبيعيه جدا. حضرتك اللي طلبتي الانفصال منه؟ يعني انا مش فاكره بالظبط مين طلب من مين بامانه يعني، بس انا عارفه ان ساعتها حصلت مشاكل فحصل انفصال يعني، ودي حاجه بتاعت ربنا يعني، دي اسمها نصيب. لكن عمرنا ما غلطنا في بعض، عمرنا ما شوهنا على بعض، عمرنا ما طلعنا في صحافه كل واحد قال كلام وحش على التاني، كان في احترام، كان في رقي، ما شهرناش ببعض زي بعض الناس اللي بيطلعوا على الصفحات يشهروا دي انا يعني لا اخلاقياتي ولا هو اخلاقياته. فعشان تقصدي حد بكلام حضرتك؟ انا بتكلم في المطلق. انا بتكلم في المطلق. في المطلق يعني، وده اللي خلى العلاقه لغايه النهارده كويسه، لان احنا احترمنا بعض، مش كل اتنين يسيبوا بعض يشنعوا على بعض ولا يشتموا في بعض ولا عيب يعني، المفروض حصل انفصال خلاص يبقى كل واحد يحترم التاني عشان العلاقة تدوم، وده قمة التحضر، وده بقى اللي بيبين أخلاق أي إنسان. عرفتي ليه بقى أنا ليه لغاية دلوقتي علاقتي كويسة بمحمد مختار؟ عرفنا بس. كل الناس عرفت بس. طيب ليه الناصريين اتهموا نادية الجندي بتشويه ثورة يوليو بفيلمين، ملف سامية شعراوي والشطار؟ في ايه شوهت في ايه يعني؟ ما سمعتيش حضرتك الكلام ده؟ لا 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 خالص. طلعتي بقى ان في تعذيب وفي اعتقالات في المرحله دي وفي حجر عن الحريات والقمع السياسي واستغلال. طب ما في افلام كتير طلعت كده. بس هم اتهموا ناديه الجندي، ركزوا معاها. اشمعنى ركزوا مع حضرتك حبيبتي؟ مش كان في الكرنك؟ طيب مراكز القوه كان في الكرنك، وافلام كتير تانيه كمان، اللي هو في فيلم عمله احمد زكي اسمه ايه اللي هو عايز افتكر لك اسمه، كان في برضه كان في عادل امام واحمد زكي اسمه اللي هو إيه؟ احنا بتوع الاتوبيس؟ لا مش احنا بتوع، غير احنا بتوع الاتوبيس. كان في فيلم برضه سياسي في مراكز القوه، كان في افلام كتير، وراء الشمس وكان شروق وغروب، وشروق وغروب افلام كتير قوي تحضرني دلوقتي، كان فيها كلها. ما حضر يعني حضرتك ما حسيتيش ان هم مركزين مع ناديه الجندي؟ لا هم طول عمرهم مركزين معايا الحمد لله يعني. بالعكس. اولا هقول لك حاجه، ملف سامي شعراوي اللي كاتبه الكاتب الكبير وحيد حامد، مش كاتب شويه يعني، كاتب أكيد. سياسي كبير طبعا، فاستحاله ان هو هيشوه فتره تاريخيه معينه اطلاقا يعني، هو كتب روى قائع حصلت.